انت لقى من 1 كانون الاول يلي هو اليوم العالمي لمرض السيدة، اليوم كمان روى حبت انه تتابع بها الاطار، انما الشيء اليوم له علاقة بال اذا فينا نقول الدعم المعنوي او التعايش النفسي لهالمريض مع مرض السيدة. رح ننتقل ونتابع اكثر تفاصيل على صحة السلام. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. امبارح كانت حلقتي عن موضوع التوعية والوقاية من فيروس الـ HIV، وقديش صار في علاجات متطورة بتخلي حياة الشخص المتعايش مع الفيروس تكون طبيعية، يقدر يشتغل أي مهنة، يتزوج وينجب أطفال. اليوم بدي أحكي عن أهمية الكشف المبكر، أهمية القيام بالفحوصات لما بيكون عنا أي علامة استفهام إنه في سلوك خطر إمنا فيه، لازم نتأكد إذا تم التقاط الفيروس أو لا، لسبب أنه لما بنعرف عبكير بنقدر نباشر بالعلاج، وبالتالي بنقدر نحصل على نتائج أفضل ونحد إلى يعني نوعا ما من تطور المرض. معي اليوم سارة بوزيكي، وهي مديرة البرامج بجمعية مرسى. مرسى جمعية بتهتم بمساعدة الأشخاص المتعايشين مع الفيروس، وفي خدمات كتير بتقدمها الجمعية رح نتعرف عليها اليوم. صباح الخير سارة. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. كتير مهم وجود جهات داعمة لأي شخص عنده مشكلة صحية، وخصوصا لما هالمشكلة الصحية بتكون مرتبطة بوصمة، بوصمة انه هالشخص بده ينبذ من المجتمع، بده ينبذ من اهله، بده ينحط عليه علامة انه هالمرض اصيب فيه نتيجة اخلاقيات معينة. مع العلم انه المرض لازم يتنزه عن كل شيء، المرض مرض ما لازم نربطه باي وصمة او سمة اجتماعية او اخلاقية. فبمرسى انتو شو بتعملوا؟ أول شيء مرسى هي جمعية للصحة الجنسية، بتقدم خدمات شاملة للصحة الجنسية بمناخ آمن، بعيد عن أي وصمة وأي تمييز، وبيحافظ على سرية تامة للأشخاص اللي بيجوا لعنا، وهي أهم شيء طبعا أكيد. بالنسبة للخدمات الموجودة عنا، يمكن من أبرز الخدمات هي خدمة المشورة والفحص التوعي أو الـ VCT، هذا مصطلح مرات نستعمله. بهيدي الخدمة في جلسة تسقيفية للأشخاص بيتداولوا فيها معلومات أساسية عن الصحة الجنسية، كيف منتوقع من الالتهابات المنقولة جنسيا، كيف نستخدم الواقي وغيره من المعلومات، وعندهم الخيار يعملوا الفحص السريع لأربع التهابات منقولة جنسيا، منهم الـ HIV هو فيروس نقص المناعة البشري، وغيره هو التهاب الكبد B و C والسفلس. فحص سريع بمعنى شو؟ هو فحص كتير بسيط، واخذ بالاصبع مثل فحص السكري، ما بيوجع، بتطلع نتيجته بعد حوالي ربع ساعة من ما ينعمل. وقدي نسبة الدقة بالنتيجة؟ طبعا دقيق، بس بعد ما نقطع الفترة الشباكية أو الويندو بيريد، يعني الفحص الموجود عنا بالمركز بده يكون قاطع 6 أسابيع على الأقل من احتمال انتقال الفيروس حتى تبين تكون النتيجة دقيقة. وإذا بدك بعد شوي كنا نحكي في حال حدا طلع بوزيتيف بالHIV شو بيعمل. بالنسبة للخدمات الموجودة، في عنا خدمة الاستشارة الطبية، بيقدموها أطباء عندهم خبرة بعلاج وتشخيص الالتهابات المنقولة جنسيا. عنا كمان خدمة الاستشارة النفسية، هذه كتير أساسية، بيستفيد منها الأشخاص المتعايشين مع فيروس الHIV بحاجة لدعم، خصوصا بأول فترة بعد ما يتم تشخيصهم. وكمان يستفيد منها أشخاص عندهم تحديات بتتعلق بالصحة الجنسية أو تعرضوا لعنف جنسي. طبعا. ومنعمل كمان جلسة توعية لكل الفئات العمرية، بس بالأخص للشباب والشابات، عن مواضيع بتتعلق بالصحة الجنسية. يعني باختصار، طيب، كتير مهم إنه هالخدمات موجودة، بس دايما وبكتير من الأوقات بيكون في فجوة بين الخدمة الموجودة وبين الناس تعرف عنها وتروح تطلبها، لأنه في حاجز بدهم يتخطوه، حاجز الخوف، حاجز السرية، حاجز أنه أنا بدي روح أقول، يعني رح يعرفوا، رح يحطوني بإطار معين، فلا خليني ساكت أو خليني ساكتة أحسن من ما أحكي. كيف عم تقدروا تبرج ذا جاب إذا فينا نقول، أو تغطوا هالفجوة أنه تقدروا توصلوا للفئات العمرية المستهدفة، وخصوصا هون كل ما بلشنا بكير لما عم نحكي
بنحكي صحه جنسيه سواء لها علاقه بفيروس الاتش اي في او غيره، كل ما وصلنا لاعمار اصغر وبلشنا بكير كل ما استفادوا اكثر. طبعا. فكيف عم تقدروا تغطوا هالفجوه؟ هلا مع الاسف بلبنان ما في برامج بالمدارس عن الصحه الجنسيه، او المواضيع اللي عم تنطرح ما عم تكون كافيه، ما عم تكون شامله، حتى صح. بالجامعات ما عندنا هالقد تطرق لهذا المواضيع. يعني عم بيتغطى جزء كثير صغير من الموضوع. نعم. وجزء خجول جدا ومنه كافي مع الاسف. صحيح. وهذا الشيء كثير بيأثر على الأشخاص، يعني خصوصا فئة الشباب والشابات، يعني ما عندهم مصدر موثوق منه ياخذوا معلومات. صح. علمية كرمال ياخذوا قرارات بنية على المعرفة. هي أهم شيء عندنا بالمركز، بنجرب قد ما فينا نقدم المعلومات العلمية خالية من أي وصمة وتمييز. بس كيف بتقدموها؟ كيف عم بنقدمها؟ طبعا هلا نحن بنعمل كمان حملات تدخل بالشارع، بننزل على مناطق فيها شباب وشابات، نوزع واقي ذكري مع ارشادات عن كيف نستخدم الواقي الذكري، ومنخبرهم عن مرسى، هيك بيعرفوا انه نحن موجودين، واذا حابين يتصلوا فينا، يشوفوا الويب سايت تبعنا، او يبعثوا لنا ايميل ياخذوا موعد ويستفسروا اكثر. طبعا كمان بنعمل مثل ما قلت ورشات التوعيه بالجامعات وبالمدارس مطرح ما بنندعى، كرمال نوعيهم على مواضيع بتتعلق بالصحه الجنسيه اللي هي اساسيه. ودائما بنذكر الاشخاص انه مع العلاجات المتوفره حاليا ما في شيء بيدعي للخوف، بالعكس لازم نعرف حتى نبلش العلاج بكير ونقدر نحافظ على صحتنا. وهلا عم نشوف على الشاشه كمان الايميل كيف ممكن. صح. يتصلوا فيكم واذا بدهم يعرفوا يتواصلوا. أكيد. ويعرفوا اي معلومات. قبل ما احكي عن موضوع اذا طلع الفحص بوزيتيف. نعم. بمعنى الشخص انتقل الفيروس له واصيب بالعدوى، خلينا نشوف تقرير صغير عن الخدمات اللي بتقدمها جمعيه مرسى وبنرجع بنتابع. هو فحص الاتش اي في السريع بدك وقت حتى بارك ميتر. الفحص بده 20 دقيقة. بعدني أكلين معلش؟ أكيد فينا نكون أكلين قبل. صارت من يومين في عم فحص؟ حسب المركز فينا ناخد موعد بين الأربعة وست أسابيع بعد احتمال التعرض للـ HIV. لازم ياخد موعد؟ لازم ناخد موعد حفاظاً على الخصوصية والسرية. ليه عم تعملوا الفحص؟ طلب فيه مع الـ HIV كتير بنقل. أحد من أصحابنا طلع HIV بوزيتيف، سؤال بيجي. بيجي معي فحص كل فترة، بحط طمين بالي. بس حدا ما بعرفه. الشافي بينقل بثلاث طرق بس، نقل الدم ومشاركة الأدوات الحادة، علاقات جنسية الغير محمية، ومن الأملا الرضيع. إنه ما بتغير غير مع بنات. الشافي بينقل بمختلف العلاقات الجنسية. بس ما كان مبين عليه. العوارض مش دايما بتبين. إيه بس أنا بظهر بس مع شخص واحد. عدد العلاقات مش معيار. عم تستعملوا كوندوم؟ ما كثير بحبهم. الواقي الذكري او الكوندوم افضل طريقه للوقايه من الاتش اي في وغير التهابات منقوله جنسيا بكافه العلاقات. الواقي الذكري او الكوندوم متوفر ببلاش بسكون ومرسى. اوكي يلا. هي هي؟ النتيجه بدها 15 دقيقه، بس شو ما طلعت نتيجه الفحص لازم نعرف انه مع العلاج المتوفر اليوم والمتابعه الطبيه الصحيحه ما بيعود الاتش اي في ينكشف وما بينقل للغير. العلاج اللي هو حبه واحده بالنهار بيسمح للاشخاص المتعايشه مع فيروس الاتش اي في انه يكفوا حياتهم عاده، وكمان فيهم يجيبوا اولاد ما عندهم اتش اي في. بس اهم شيء نتوقع ونعمل الفحص بشكل دوري تنعرف حالنا. سارة شفنا انه الفحص كتير هين، شكة صغيرة، والاهم من هالشيء انه مجانا. صح. فهي شغلة الكل لازم يعرفها انه الجمعية. نعم. بتقدم الفحص مجانا. بدي قارن على السريع بين الفحص اللي انتم بتعملوه اللي عم نسميه الفحص السريع، بتطلع النتيجة بربع ساعة، وبين الفحص اللي بينعمل بالمختبر بالمستشفيات اللي بياخد وقت، شو الفرق بيناتهم؟ الفحص هو بحد ذاته بيختلف شوي، والفترة الشبكية اللي هن اثنيناتهم فحص دم. هلا الموجود بالمركز هو بس وخز بالاصبع، هونيك بيكون في سحب دم بالمختبرات. الفتره الشبكيه اكثر شيء بتختلف، يعني الفحص اللي عندنا بالمركز بده يكون قطع مثل ما قلت لك ست اسابيع على الاقل. الفحوصات الموجوده بالمختبرات في منها بتتطلب ثلاث اسابيع فقط، في منها بتاخذ اربع اسابيع كمان. وفي لهم يعني بعدين بس الشخص المتعايش يكون عم يتابع مع اخصائي، مرات بيطلب منه غير فحوصات كمان. طبعاً. تتعلق هون في متابعه مختلفه. والسعر مثل ما قلنا كل ما كانت الفتره الشبكيه اصغر كل ما بيكون اغلى. الفحص الموجود عندنا بالمركز للاتش اي في هو مجاني.
كامله. نعم، وبسريه تامه طبعا، واشخاص متخصصين بيقوموا بالفحص أكيد. يعني اشخاص مدربين، هم مثقفين صحه جنسيه وطبعا هم مدربين على. طيب طلعت خدمة. النتيجه بوزيتيف. نعم. بمعنى الدم بيحمل الفيروس. صح. شو بنعمل؟ اول شيء بنعمله تبعا للبروتوكول اللي بيتبعه برنامج الوطني لمكافحه السيدا بوزاره الصحه، بنحولهم للفحص التاكيدي باحد المختبرات بمستشفيات هون ببيروت. حسب النتيجه تبعت فحص التاكيد اذا كانت ايجابيه ساعتها بيرجعوا بيجوا لعنا الاشخاص. هون بيكون قطع شويه وقت على اول ما عرفوا انه هن يمكن في احتمال يكونوا متعايشين مع الاتش اي في، بنرجع بنعطيهم المعلومات بنعيدها لنتاكد انه هن عارفين شو لازم يعملوا وين لازم يروحوا، بنحولهم عند اطباء او طبيبات مختصين بالامراض الجرثوميه مثل دكتور عون اللي كنت مستضيفتيه امبارح. ومن هونيك هن بينطلب منهم فحوصات اخرى وبيتسجلوا لدى وزاره الصحه كرمال ليستفيدوا من الدواء المجاني للاتش اي في. بالمقابل عنا بالمركز كمان بنحولهم لخدمه الاستشاره النفسيه كرمال ليحصلوا على دعم من قبل الاخصائيين عنا بالمركز بهالفتره من حياتهم ليقدروا يبلشوا بالعلاج، واذا بدهم يخطوا خطوه يخبروا اشخاص معينين بيكون بدهم دعم معين يقدروا يحصلوا عليه عنا بالمركز. هي شغله كثير مهمه، الجانب النفسي كثير بيلعب طبعاً دور نجاح العلاج وبتخطي هالمرحلة ويقدر الشخص يعني يتعايش مع. صح. الفيروس بطريقة. صحيح. طبيعية يعني شوي شوي. صح. فهي نقطة كتير مهمة. كيف بيكون التجاوب من الأشخاص اللي يبقوا يعني متعايشين مع الفيروس بالنسبة للمشورة النفسية؟ بيتقبلوها ولا بيحسوا أنه بتكون نوع من إذا بدك يمكن اللي بتكشف أمور أكتر عندهم؟ يعني نحن لانه مثل ما قلت لك بنشوفهم على كذا مرحله بعد ما يتم التشخيص، فبيكونوا تعودوا علينا صاروا بيرتاحوا اكثر، فلما نحولهم انا بقول الاغلبيه بحبوا انه يستفيدوا من هالخدمه لانه عن جد هي بس بتساعدهم على القليله بهالمرحله، وفي اشخاص بكفوا معنا لفتره اطول، في اشخاص يمكن ما بيعوزوا هالقد جلسات حسب كل شخص طبعا بتختلف، بس اجمالا هذا الشيء بيساعدهم لهم، خصوصا انه من اكبر المصاعب اللي عم بيواجهوها الاشخاص المتعايشين اليوم عنا بلبنان بطلت الاتش اي في بحد ذاتها لانه العلاج متوفر وفعال ومجاني. المشاكل هي اللي بتتعلق بالوصمه والتمييز اللي بيتمارس. صح. ضدهم، ومنشان هيك هن اكيد دائما بحاجه لدعمنا. طيب حكيتي عن ورشات توعيه او حلقات. نعم. توعيه او ندوات بمدارس بجامعات. ما بتفكروا تتوجهوا لارباب العمل؟ لانه كثير مرات اشخاص متعايشين مع الفيروس يمكن بينحرموا من فرصه عمل وهن عندهم الكفاءه الكامله لمجرد انهم حاملين متعايشين مع الفيروس. صحيح معك حق، خصوصي انه يعني انه موضوع يكون الشخص متعايش مع الاتش اي في يعني ما مفروض يمنعه من ممارس اي مهنه كانت. يعني طبعا حتى بالقطاع الصحي مثل ما شفنا قبل ما مفروض يكون ابدا هذا عائق بطريقهم. نحن عم نجرب نحكي كمان طبعا مع الشركات ومع الاشخاص لما يستدعونا لنعطي ورشه توعيه للموظفين اللي عندهم. في طبعا عم نتجرب كمان نحكي مع اصحاب ارباب العمل كرمال ما يكون في هيدا التمييز. طبعا هيدا بياخد وقت لانه الافكار والوصمه شوي موجودين بالمجتمع عنا وصعب نتخطيهم بدهم وقت، عشان هيك نحن بنركز على المعلومات الطبيه العلميه اللي هي مثبتة ومنجرب من خلالها انه نحسن هذا الوضع ونخلي انه تزول الوصمة عن الاشخاص المتعايشين. اخيرا بس على السريع، بنعرف كيف بينتقل الاتش اي في بالعلاقات الجنسية غير محمية؟ دم منقول ملوث واللي هو هلا هذا ابدا ما بيصير لانه بينفحص الدم، كيف ما بينتقل على السريع لنطمن الناس لنجرب شوي نتخطى هالخوف والوصمة من الموضوع؟ كيف ما بينتقل؟ ما بينتقل بالهواء ولا بالعرق ولا بالبزاء، ما بينتقل بالريق. نعم بالريق. نعم اكزاكتلي. ولا بالسلام؟ ولا بالسلام ولا باللمس، ولا اذا لبسنا ثياب حدا او اذا كنا بنفس الاولى، ولا اذا كان زميلنا أبداً. بالعمل او زميلتنا بالعمل، ولا اذا اكلنا او شربنا من وراهم، ما في ابدا اي نوع. يعني هو بس بينتقل بالعلاقات الجنسيه الغير محميه، ومثل ما قلنا عبر نقل الدم او مشاركه الادوات الحاده او من الام لرضيع فقط. هو هن. فاذا يعني لازم شوي نحن كمان نشتغل على حالنا، نعرف سبل الانتقال اولا لنحمي حالنا، وثانيا لحتى ما نعكس خوفنا على اي شخص متعايش مع الفيروس بدون سبب، وبالتالي نكون عم نغلط بحقه لانه هو مريض، حقه بالعلاج وحقه انه يكون محضون
من المجتمع مثله مثل أي مريض تاني. شكرا لك سارة ومشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، برجع بشوفكم يوم الاثنين. شكرا لك ولضيفتك كمان روى. طبعا كل ما حكينا عن الموضوع كل ما افضل، يعني خصوصا انه ما مرق كثير وقت على التوعيه، وانه واحد يحكي عن قصه السيده بدون ما يكون في ضوابط ومن دون ما يكون في عيب وتخبايه وكل هالمواضيع. فنحن اكيد بحاجه اكثر انه دائما نوعي، ومثل ما ذكرتي هذا الشخص هو بحاجه لرعايه وبحاجه كمان لهالمتابعه هيدي النفسيه حتى يكون مرتاح مع حاله. رح ننتقل نحن معكم مشاهدينا لحتى نتابع بعد هالبريك فقراتنا بعالم الصباح.